فضيلة الشيخ، فتاة أتت للعمرة وقبل وصولها للميقات حاضت ولم تحرم، ونزل أهلها مكة واعتمروا وهي الآن في مكة، فماذا تفعل كي تعتمر بعد أن تطهر؟ هل تحرم من الميقات أم تحرم من جدة؟ إذا أرادت العمرة تخرج للميقات الذي تعدته، يخرجون بها للميقات الذي أحرموا منه وتحرم منه، وإن لم ترد العمرة فليست بلازمة، أي بلازمة العمرة عليها، لكن إن أرادت العمرة يخرجون بها للميقات وتحرم منه. نعم.